صافي البنات غادي نبدا ننقي في الليمون بحال هكا بحال هكا، نحاولوا ما امكن نحيدوا داك القشره البيضاء اللي كتكون ما بين يعني الليمون وهذا والقشره الحمراء هذيك اللي كتعطينا شويه المروره بحال هكا. نحاولوا الا كان عندنا الليمون بالعصير اللي فيه العظم نحيدوا ليه العظم، ما نخليش العظم يدوز باش ما يعطيناش داك المروره. هكا نقيو مزيان، اللي بغات تعصر حاجه اخرى، انا عندي هاد الطريقه سهل. انا بديت كنلقي بعدا بحال هاد الشكل نوبا وغادي نحلها في الوسط بحال هكايا، شوف لي فيها العظم ها هو هذا فيها بحال هكا، ونحيدو هادي اللي كان اللي في الوسط تا هو واحد نجيب الاخرى الليمون تبارك الله ما شاء الله ديال وقته الخير موجود والثمن مناسب الصراحه. عندك هو الفريز كاع الفواكه الحمد لله الثمن مناسب، الفريز هذا وقته الليمون هذا وقته كلشي موجود نرزق الصحة والسلامة. هناك حلوها بحال هكا، الا كان فيها العظم كيبان لينا هذه ما فيهاش، هذه دابا نحيدوها غير داك الوسطاني بحال هكا. هذا هو فيه واحد العظم في المخبي نوريكم طريقه اخرى بلا تنسى لي هذه باش نقيو، يعني كما بغيتو اللي بغيتو ديروها اللي جاتكم سهله هناك. هناك طريقة أخرى باش نقيو الليمون كنحيدو من هنا كنحيدو من هنا كنجيبو هذه معروفة بحال هكا صافي ونحيدو بحال هكا، ولكن هادي علاش كتبقى فيها ديك الجلدة البيضاء؟ الطريقة الأولى لا، الطريقة الأولى كنحيدوها في مرة مع القشرة، بهادي غادي نرجع عاوتاني نقيوها. الطريقه الاخرى احسن هناك.
انا تعجبني هذه الطريقه هذه. وقفت هاد الوحيدة ونطحنو نطحنو الليمون هو الاول نصفيوه عاد نطحنو الفريز او الفراوله. الليمون ضروري تصفى ضروري. الفريز واخا ما تصفاش ماشي مشكل، داك الحبيبات ماشي مشكل، لكن الليمون ضروري ما نصفيوه. صافي راني ساليت البنات، واحد شويه نتلاقى معكم ونكمل. صافي البنات غادي نبدا نطحن هكا. دايما نقسمو على جوج يطرد الماء ولا على حسب يطرو غادي الليمون. صافي غادي نعمر النص الاخر نخوي هنا بالكاس هكا. هكا كما كتلاحظوا باقي ما درت السكر، تنطحنو كله ونصفيه عاد ندير ليه هاد السكر. وهاد نص لتر اخر نخويه هنايا.
ضروري خسرت. صافي غادي نحول هنا. بسم الله. فالبنات انا درت هنا الفريز وغادي نخوي عليه الماء الليمون اللي عصرت بحال هكا. نخوي النص والنص، نخليه نطحن فيه النص الاخر. هكا باش ما يجيش الماء غالب لينا على الفواكه ديالنا. بحال هكا دابا غادي نضيف 4 معالق السكر الاولين في الكاس الاول. بسم الله. دابا هو الكاس الثاني. غنضيف 4 المعالق الثانيين بحال هكا. الحلاوه دائما كتبقى على حساب الرغبه. صافي البنات الكميه اللي خرجت ليا خرجت لي 3 يطرو العصير، 3 هذا تيهز 2 يطرو هذا يطرو. نتمنى تعجبكم الفكره ان شاء الله وتجربوها وردوا عليا.